النماذج الإيجابية في مصر كتيرة جدا وبتتكرر بصفة مستمرة، واحنا الحمد لله عندنا نماذج شبابية ناجحة في كل المجالات زي الألعاب الرياضية والتفوق العلمي وغيره كمان من المجالات والقطاعات يا جمان. ده حقيقي يا شاذلي، واحنا النهارده معانا بطلة حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في الكوميتي شباب 66 كيلو، وهي معانا دلوقتي على التليفون البطلة هند ربيع شوقي. هند صباح الخير عليكي وألف مبروك. صباح النور، الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. قولي لي يا هند بقى، يعني لعبه زي الكوميتي اعتقد هي فرع من فروع الكاراتيه، فهي لعبه صعبه، احكي لي عن من البدايه بقى، يعني انت اخترتي اللعبه دي ازاي؟ ابتديتي يعني تتاهلي فيها وتدخلي مسابقات وتحصلي على جوائز؟ في البدايه عايزه اقول لحضرتك انه في يعني لازم اي حد بيجي مثلا على فتره كنت حابه انزل العب اي رياضه، فاما جيت اخترت الكاراتيه بصراحه كان يعني يعتبر كان اقرب حاجه ليا وكانت حاجه الموجوده في سنين قبل، فقلنا نجرب والحمد لله كان ليا شغف ليها وكنت حاجه حلوه فيها الحمد لله. ف وطبعا كانت والدتي برضو، انا اصلا رحت الكاراتيه ده كان صدفه لان مش كانت البدايه عندي، كانت عند اخويا فراح قبلي باسبوع تقريبا هو بدا، فبعدين انا بدات بعده، يعني بابا قال هوديه ونشوف الجو كده ولقى النظام تمام والحمد لله، فبدات انا بقى والحمد لله ربنا كرمنا واشتغلت وكان ليا شغف وحب كبير جدا للكاراتيه وده اللي وصلني لكده الحمد لله، فوصلنا اليوم ده الحمد لله. طيب عايزين نوضح للناس بس يعني ايه الكوميتيه، وهل يعني الفرق بينه وبين الكاتا ايه؟ فرق بينه الكوميتي والكاتا، الكاتا يعني مثلا الكوميتي بدخل في ماتش مثلا مع في مواجهه يعني مواجهه نشتغل على بعض بقى ضربات في بعض ونبدا بقى نشتغل باللي احنا اتمرنا عليه عندنا ضربات بتتحسب يوكو اللي هي بنقطه وفي ضربات دي بالايد، في ضربات بالرجل مثلا في الوش ديب ايفون 3 نقط، وفي ضربات برضه بالرجل بس بتبقى مثلا اسمها شودان في الظهر مثلا دي بنقطتين تمام. اما الكاتا بقى بيبقى خصمين برضه بس مش بيدخلوا في ماتش سوا او حركات أو فرديه يعني وحركات بقى ويبقى ليها تقييم برضه واللي بيفوز بقى. بس لازم في سرعه في الضربات اللي انت بتتكلمي عنها دي صح؟ ايوه طبعا بيبقى لازم في سرعه وبنشتغل على السرعه دي كتير، بنشتغل سرعات كتير لان لو ما فيش سرعه لو مثلا الخصم ما خد باله من حركه رجلك طبعا ف طبعا لو ما اخترتش توقيتي الصح وكانت سرعتي مناسبه اخسر. طيب هند قولي لنا بقى، هل كنت متوقعه ان انت اصلا من البدايه تشاركي في هذه المسابقه وكنت حاطه هدف قدامك ان انت توصلي او كنت خايفه؟ احكي لنا على احساسك من اول ما عرفتي ان انت هتشاركي في البطوله دي. بصراحه حسيت ان هي فرصه ولازم اثبت نفسي فيها واعمل تاريخ لنفسي، وده كان حلم من زمان، لا مش ده الحلم الاساسي بس يعني الحمد لله اخذنا خطوه قويه وجميله في بدايه مشواري. طبعا يعني هقول لك اول ما يعني لو سالتيني السؤال ده من فترة يعني كبيرة شوية لو رجعنا بالزمن ورا شوية اقول لك مثلا لسه بدري شوية على المشوار ده، مثلا لسه بدري على بطولة العالم لسه شوية، بس دلوقتي الحمد لله اقول لك قدها وبتمريني وثقة كابتني فيا وثقة ناس كتير فيا والحمد لله. كنت اللي هو عندي كنت متوقعة ان انا اشارك في بطولة دولية، وطبعا كان عندي هدف واصرار عليه كبير جدا لاني كان نفسي اوصل لليوم ده الحمد لله، وطبعا كان هدفي ان اوصل له وكان عندي اصرار واشتغلت عليه كتير، يعني اصراري على ان انا اشتغلت عليه كتير ومع كابتن الحمد لله اشتغلنا عليه كتير قوي ما شاء الله الحمد لله وصلت له. عظيم جدا. انت بدايتك ما كانتش في نادي، كانت في مركز شباب مظبوط؟ مركز شباب الجديده. تمام. طيب طبيعة التدريبات عاملة ازاي في مركز الشباب والإقبال كمان على اللعبة دي في المركز عاملة ازاي؟ والله يعني مركز الشباب بيختلف عن أندية مثلا كتير طبعا، بس الحمد لله كنا روح واحدة وأصدقائي في التمرين ده بينسيت بقى مركز الشباب أو مش مركز الشباب، هي الأهم بيبقى بالروح اللي بنشتغل بيها أنا وأصدقائي كمان التسهيلات كمان يا هند اللي عايز أقوله إن التسهيلات المقدمة في مراكز الشباب اقل بكثير
من الامكانيات والتسهيلات المقدمه في النوادي. صحيح. فانك تفوزي كمان على لاعبي الانديه فدي حاجه مهمه جدا وحاجه كبيره، ما هيش سهله كمان جدا يعني. مش هو تحتاج من هنا لهنا، بس الحمد لله بالتمارين قدرنا نوصل. وايوه طبعا بتبقى التسهيلات فيها اقل بكتير زي ما حضرتك بتقول، بس قدرنا الحمد لله ان احنا كان لنا هدف ووصلنا له واشتغلنا عليه والحمد لله. طب هند قولي لنا وعرفي الساده المشاهدين اكتر بيكي، انت عندك كام سنه؟ بتدرسي ايه؟ انا عندي 16 سنه ثانيه ثانوي علم علوم. يا ربي. طب ناويه تعملي ايه؟ ايه طموحك؟ عايزه تعملي ايه في المستقبل؟ في المستقبل عايزه باذن الله احاول انظم اكتر. هو طبعا لازم اي بطل بيكون طبعا ليه نظام. لا اصل علمي علوم دي صعبه قوي يعني، علمي علوم مع رياضه زي دي محتاجه تنظيم قوي جدا، محتاجه جدول صارم. انا والفتره الجايه ان شاء الله اهتم بده اكتر واكتر. محتاجه نظام جدا طبعا بين دروسي وحياتي وتمرين اللي انا بحبه طبعا ما اقدرش اسيبه. هتحتاج فعلا نظام، بس لان انا حابه الكاراتيه فمش هضحي بيه. ناوي على كليه ايه طيب؟ ناوي على كليه ايه؟ ناوي ان شاء الله على علاج طبيعي. دكتوره هند بطلة كمان في مجالها، فما شاء الله يعني كل التوفيق. سهله خالص طبعا. يعني احنا هند احنا سعداء جدا ان انت كنتي معانا في صباح في مصر، وبنحييكي وبنبارك لك، وان شاء الله يا رب يعني يا رب تحققي كل اللي نفسك فيه ان كان في المستقبل القريب او حتى طموحك بقى المستقبل الابعد. بشكرك شكرا جزيلا طبعا البطله هند ربيع الحاصله على الميداليه الذهبيه في الكوميتيه شباب 66 كيلو.